عصبت الله يكبر قاعد اتعذرين اصبحنا واصبح الملك لله لا 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 مو ماي شرب هذا تا 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 مو ماي شرب يلا الأجواء المشمسة هذه يبالها سبحة طبعا الحين اللي يسألون هذا الصوت شو هذا صوت الاسترخاء يوم تكون مسترخية ومرتاحة تسوي هذا الصوت نفس القطار سبحان الله القطار يسوي نفس الصوت طبعا اللي يسألون ليش ما يشوفون اسكوبار نفس اول اسكوبار كان ضمن الاسود المريضة هو حاليا في مرحلة اعادة التأهيل الحمد لله رب العالمين الله شفاه وعافاه بنسبحه بما ان اليوم مشمس يتشمس صح ماما؟ تشمس؟ تشمس؟ تشمس اليوم تشمس ان شاء الله طبعا الايام اللي طافت كان الجو شوية بارد كان في هواء نشيل الحيوانات ما كنا نقدر نسبح هذول لكن اليوم ما شاء الله الجو دافي الشمس قوية يعني وقت استراتيجي للسبوع طبعا معروف ان النمور تحب المي اكثر عن الاسود لان بيئتها استوائية في الغابة عندهم موارد المي كثيرة فمتعودين انهم يسبحون غير الاسد الاسد ما عنده موارد مائية كثيرة في غابات السافانا في موطنه الاصلي عشان شيء شوية يكون يعني ما يحب السباح نفس النمر شوف النمر كيف يستمتع يلف يمين هو يساعدك هو يقول لك سبحني ليه وحطني مويه ليه يسوي لي كل شيء يستاهل هاي استرخي على الماي شوية مساج اسمح لي شوي اسمح لا كلام الله تا 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 روح وين ما هو وين شيء وين سلام قلت لك لازم تدلع استعال السلامة ما تشوف شر الغالي ما تشوف شر
عيونك عيونك هذا ما يعور العيون لا تستهبل. انت تنظفني وانا انظفك ها؟ شي النظام؟ تسبح بعض؟ اوكي زين مشروع مغسلة حيوانات مفترسة تحسون في فايدة؟ طبعاً عامة الحيوانات المفترسة هي تنشط نفسها على حال قطاع لكن حنا نساعدها شوي مع كمية الشعر بعدين هذا يساعدها ان الماي تنشف بسرعة من الجسم وهي تستانس علي تحبه تستمتع ايوه تسوي لها شي تستمتع استرخاء 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 حتى انت لازم تبارك شوف لازم 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 اجباري اجباري عطني بغيت تضربني بكيفك عطني فرصة شوي اوكي ناوي اسوي لك شيء خطير اليوم شو تبع؟ شو تبع؟ ليش متضايق؟ عصبت؟ الله لك قاعد اتعذرين عيب 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 سكوبار